في 25 جويلية 21 و2000 رئيس الجمهورية قيس سعيد يفعل الفصل 80 من دستور 14 و2000 الخاص بالإجراءات الاستثنائية إثر أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة، فصل ينص على أن العمل بتلك التدابير يزول بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا بذلك إلى الشعب. اليوم وبعد مرور سنتين على تفعيل هذا الفصل، تغير المشهد السياسي في تونس بتعيين حكومة جديدة وتركيز برلمان منتخب ودخول دستور 22 و2000 حيز التفعيل، لكن السؤال حول انتهاء المرحلة الاستثنائية من عدمها بقي موضوع تباين واختلاف. الإعلان الرسمي عن نهاية التدابير الاستثنائية الذي إلى حد الآن لم يتم إذن وجود خطاب سياسي واضح في القول بأن التدابير الاستثنائية انتهت. التدابير الاستثنائية ليست نصا دستوريا فحسب، وإنما هي عقلية وروح يجب أن يتم تجاوزها إن رأى الفاعل السياسي الرئاسي اليوم أنها انتهت موجباتها. في النهاية احنا عندنا أحكام انتقالية موجودة في الدستور وتقول أنه الدستور يدخل حيز النفاذ بمجرد يعني ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي. هذا يتم بطبيعة الحال اليوم احنا في ظل الدستور هذايا، والحقيقة أنا نعتبر أنه ما احناش في حاجة أنه رئيس الجمهورية يخرج ويقول أنه انتهت التدابير الاستثنائية. ما يجمشي الدستور يمشي على روحه والأحكام الاستثنائية تقعد، والحال أنه الأحكام الاستثنائية مبدئيا تم اتخاذها على أساس الفصل 80 من الدستور السابق اللي هو دستور 2014. ويرجع أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار هذا التباين في المواقف إلى 3 محددات بالأساس. ولن عدم الاتفاق على تفعيل الفصل 80 في حد ذاته وما أثاره من جدل دستوري، ثم النقطة الثانية هي مسألة عدم وضوح الخطاب السياسي الرسمي حول هذه التدابير الاستثنائية وبقائها المدة إذن متأخرة، وأيضا بقاء أثارها من مراسيم. ما زلنا نعمل في إطار هيئات جاءت من الفترة الاستثنائية أو من دستور 2014. بطبيعة الحال على ما هذا المجلس اليوم أن يقوم بتجديد التشريعات، قوانين أساسية تهم إدارة هذه الهيئات، ثم من ناحية أخرى بطبيعة الحال أنه هذا المجلس أيضا يحدد تواريخ المواعيد الانتخابية. وبين هذا الموقف أو ذاك يتحدث مصطفى طليلي أستاذ التاريخ الحديث عن غياب مؤسسات تلعب دور التعديل في وضعية دقيقة تمر بها البلاد تستوجب توحيد الصف لتجاوزها ولتقديم رسائل إيجابية إلى الخارج. مطالبون بأننا في علاقتنا بالخارج يلزم نكونوا في صفوف موحدة و يعني مسلحين بفكرة فيها إجماع وطني حتى الدول الأخرى تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر التونسية حقيقة. ووسط تباين القراءات للوضع الراهن يدفع بعض المراقبين للشأن العام في اتجاه تسريع البرلمان الجديد النظر في المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال السنتين الماضيتين، إلى جانب تركيز المؤسسات الجديدة التي نص عليها الدستور 22 و2000 حتى تطوي البلاد فعليا مرحلة الاستثناء.